واتساب يو جايز الدريات، معكم فيديو تقني. ودوت الفيديو هذا باش ديروا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد على كيزوكي جيم. انا وي في هذا الفيديو كونسيبت ديالو لاول مره عندي في القناه، غادي ندير لكم فيديو تعليمي. فيديو تعليمي عباره عن كيفاش تجيبوا الهيد شوت بسلاح نصر الصحراء باسهل طرق، حيت كاينين ثلاثه طرق باش تجيب الهيد شوت بسلاح نصر الصحراء، والطرق اللي هما ساهلين. بعد ما تفرج في هذا الفيديو هذا، والله اخويا ولا اختي حتى تقدر تبقى تجيب الهيد شوت باسهل طريقه، ماشي تبقى تقدر تطلع الام وتقول واش تقدر تجي ولا لا. فهاد الفيديو هذا تقدر تتعلم كيفاش، حيت انا حيت داكشي اللي كنعرف انا نقدر نوري لكم حتى نتوما كيفاش توري لكم اللي كيخبيو عليكم حتى اليوتيوبر الكره كبار كيقدر كيجيبوا الهيد شوت بلا ما كيوريكم كيفاش، الا واحد هو اللي يعلمكم. المهم نوريكم انا كيفاش شاركوا معايا داكشي اللي كنعرف حتى انا كيفاش تجيبوا الهيد شوت بناس الصحراء بثلاث طرق. الا ما عرفتيش الاولى تعرف الثانيه، ما عرفتيش الثانيه تعرف الثالثه. المهم الطرق هادو ساهلين بزاف، وشي حاجه اللي هي سبيسيال بلا ما يكون عندك تليفون واعر ولا شي حاجه ما عليك الا تكمل الفيديو حتى الاخر. المهم نعلمكم باسهل طرق، نحاول نشرح مزيان في هذا الفيديو. وبلا ما نطول عليكم في هذه المقدمه، لايك سبسكرايب بارطاجوا هذا الفيديو مع صحابكم. لايتس دو ات. anyway اول حاجه غنهضروا عليها هي سلاح نصر الصحراء. سلاح نصر الصحراء كما كتعرفوا سلاح غير ثابت بتاتا، يعني الضربه الاولى كضربها نيشان تقدر تجي ليه في الراس ثابته هي فيها الدقه. الضربه الاولى، الضربه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، كاملهم كيتسقلوا هادشي الا بغيتي ضغط على الام ديالو. المهم ثاني حاجه غنهضروا عليها هي الضرر ديالو. الضرر ديالو كيلحق ما بين 90 90 حتى 60 على حسب الدرع اللي لابس انت، وعلى حسب الخصم ديالك اين درع لابس، وعلى الكاسك اللي على اللي لابس هو. anyway وفي الراس ديال الخصم كيلحق الضرر ديالهم ما بين 400 حتى 450 في الراس ديالو، كيتغير البنادم الزغزبان الراس ديالو بطلقه واحده فقط. مهم حتى دابا تعرفنا على السلاح كيفاش داير، واش ثابت واش ثقيل، واش تعرفنا على كل شيء دابا على السلاح. دابا ندوزو الشرح ديالنا باش تقدروا تفهموا داكشي اللي نقدر نشرح انا. ودابا نهضروا على اساليب الهجوم بسلاح نصر الصحراء، ولا كيفاش تجيب هيد شوت بنصر الصحراء. ودابا نهضروا على كيفاش تجيب الهيد شوت من ابعد بلاصه بناصر بسلاح نصر الصحراء. كيفاش تجيب الهيد شوت؟ وكاين اغلبيه فاهمه غلط، وكاين اللي كيضرب، كاين اللي كيقدر، وكاين اللي غير من بعد ما نشرح لك تقدر ما تبقاش تقدر، تقدر تبقى تجيبها بلاصه. اول حاجه اللي غنقول لكم هي ابعد بلاصه اللي هي كتجيبو مساله بزاف. ايوا كيفاش دابا نبداو نشرح الطريقه ديالنا كيفاش كتمشي. دابا انا بحال هكا مثلا كتشد الام ديالك، الام ديالك كتحطو ماشي كتحطو تحت السميله ديالو، ولا كتحطو في شي بلاصه. ام ديالك كتحطو يا اما في الصدر ديالو، ويا اما في العنق ديالو. فهاد الجوج هذا في البلايص اللي كيجيو بزاف هي في الصدر ديالو، كتحط ليه الام ديالو تماك، ولا قدرتي تا الراس حيت الراس صعيب تحط فيه الام تماك. anyway كتشد دابا مثلا دابا شديتي الام باغي تطلع، اغلبيه هنا كاين اللي كينقص معاك كيتحط كينزل كيطلع الهيد شوت. هنا طريقه اللي هي غلط معاك كما قلت لكم في الاول، سلاح نصر الصحراء هو سلاح ما تعبتش بتاتا، لذلك ملي غتبغي تضرب هيد شوت غتوقف داكشي بزاف باسرع طريقه. ملي غادي تولف غادي تجيك سهله وسريع، كتوقف بلاصتك. فداك الشيء راه كيكون في اقل من ثانيه، هادشي اللي بنشرح لك دابا. كتوقف في بلاصتك كتشد الام كما قلت لكم، كتحطو ليه في الصدر ديالو، كتطلع الام باقصى سرعه كتغفل الام بحال كتطلعو طق باقصى سرعه كما شفتوا في هذا الفيديو هذا. وطريقه اللي هذه اللي هي سهله بزاف واللي كيعرفها كلشي. ودابا ننتقلوا ثاني طريقه اللي كحيت كاينه الطريقه الاولى كاين اللي ما كتصدقليش بتاتا. دابا ندوزو للطريقه الثانيه. دابا كنهضروا على البعد، مازال ما كنهضروا على القرب ولا المسافه المتوسطه، كنهضروا على البعد كيفاش تضرب هيد شوت من البعد بنصر الصحراء. وكاين اللي ما كتصدقش الطريقه الاولى، دابا نشرح لكم الطريقه الثانيه كيفاش. الطريقه الثانيه اللي هي سميتها فاست دراغ هيد شوت، يعني اللي هي كتشد الام، الام ما كتحطو ليه في حتى بلاصه، ما كتحطو ليه لا في صدرو، ما كتحطو ليه في حتى بلاصه. الام اللي كتخليه بيض وما كتحطو ليه في حتى بلاصه وباش تقدر تجيب الهيد شوت. كيفاش الطريقه؟ الطريقه اللي هي كتحطو كتحط الام يا اما في اليمين ديالو يا اما في اليسار وقريب ليه بزاف. المهم ما كيوليش الدائره، ما كتوليش حمراء، كتحطو يا اما في اليمين ديالو ولا في اليسار. يعني دابا نوريكم كيفاش.
ملي كتحط الام ديالو اول خطوه ملي كتحط ليه الام ديالو يا اما في اليسار ولا في اليمين ديالو. انا دابا نهضر مثلا في الام حطيتي الام ديالو ديالك في حطيتي الام ديالك في اليمين ديالو مثلا ولكن ما يوليش احمر بتاتا ما تحطوليش كاع بجسمو بتاتا. ليه دابا الطريقه نوريكم كيفاش وسهله بزاف. ليه كتشد الام ديالك من بعد ما كتحط ليه اول خطوه بعد ما كتحط ليه الام ديالك حدا كتشد. دابا مثلا حطيتي اليمين كتشد كدور الام ديالك كتصيفطو للجنب على يديك اليمين في البلاصه نتا اللي حط فيها الام وفين باغي تمشي القرطاسه. وثاني حاجه من بعد ما كدير بديك السرعه هكا كتعاود طلع الام في دقه وحده. هذه هي السر فين خفيف بزاف كما كيدير وايت مثلا كيبان لك طن طن كيجيب هاد الشوط بلا ما كيولي لا حمرا لا والو. هذه الطريقه انا اللي كتجيني سهله بزاف وكنجيب بها انا بزاف هاد الشوط. مثلا دابا حطيتي في اليمين ديالو الام اشرح لكم فهمتي ديريكت واخا تعطل في هذا الفيديو. كتحط الام ديالو مثلا في اليمين ديال كتصيفطو للجهه اللي كاين فيها الخصم ديالك. ومن بعد ما كتصيفطو كتعاود تطلع الام في اقل من ثانيه. هادشي اللي كنقول لكم دابا راه في اقل من ثانيه كتطلع الام بدقه وحده وتما كتجيك هيد شوت. وسهله بزاف الطريقه اللي هي سهله بزاف وكنستعملها انا بزاف. وهذه هي الطريقه الثانيه. ودابا ندوزو للطريقه الثالثه اللي ما نصدقوا لكش هاد الجوج. ندوزو للطريقه الثالثه باش تقدر تجيب هيد شوت تجيبها في هاد الفيديو والله تجيبها والله. ودابا نشرح لكم الطريقه الثالثه كيفاش تجيب هيد شوت نسر الصحراء اللي دابا اقرب بلاصه باقرب دابا بعيد عليك ب 10 متر ولا ب 5 متر في اقرب موقع حداك هو مثلا وباغي تجيب هيد شوت. هذه اللي كيوحل فيها كلشي وما كيقدر عليها حتى واحد اللي صعيبه بزاف. اغلبيه كيجيبوها اصحاب البيسي اللي عرفتي علاش حيت حنا اصحاب التليفون عندنا داك الشيء محدود. عندنا التليفون مثلا عندنا محدود عندنا الشاشه محدوده. اصحاب البيسي لا عندهم السوري عندهم الطابله قداش كيطلع الام حداش فيما بغى فيما بغى يطلعوا عندهم داك الشيء ما لا نهائي فهمتي بغى يطلع الام فين ما بغى. هذا هو المشكل اللي عندنا حنا ديال تصحاب التليفون. ولكن هنا غنوريكم هنا في كيبقى الطريقه كيفاش تجيب هيد شوت بالتليفون باقرب بلاصه وبسلاح نسر الصحراء. المهم كيفاش تجيب هيد شوت دابا مثلا حداك الخصم مثلا كتنقص. اول حاجه هي خاصك تنقص ضروري خاصك تنقص ياك. من بعد ما تنقص الام كتحطو ليه على صدرو ولا على الرقبه ديالو. الام كتحطو ليه على صدرو ولا على الرقبه ديالو ماشي تحت السميله ما تكون الساعد وتحطو ليه تحت السميله كما قلت لكم. المهم كتحطو ليه الصدر ديالو ورا الرقبه ديالو كتطلع ماشي كتطلع الام. اول حاجه هي كتنزل الام بسنتيمتر ولا جوج سنتيمتر مثلا كتنزلو شويه وكتطلعو كتنزل شويه وكتطلع. هذه الا ما جاتكش هاد الشوط اجد فيا على وجهي ما كاينش. اوكي اول حاجه كيما قلت لكم نقص على الخصم ديالك نزل الام حط الام نقز الام ديالك حطو في الصدر ديالو ولا في الرقبه ديالو. هود الام شويه وعاود طلع اجيك هاد الشوط مليون في المية. هذه بلا ما تناقش معايا وهذه بيجيك هاد الشوط ديجا ما صدقاتش يقول لي ولا تصدق لك الثانيه ولا حتى وحده فيهم ضروري. فإلا ما صدقوا لكش هاد ثلاثه اخويا فلذلك تخلى على اللعبه وسير الله يعاونك شي لعبه اخرى وما تبقاش تلعب هاد اللعبه هذه حيت راه صافي هذا هو الشرح. واي يوتيوبر مشيتي عنده يوريك هاد السر. هادو هما الاسرار اللي جمعت انا وهادو هما اللي كاينين وبلا كذوب داك الشيء والزر صبان هاد الشيء اللي كاين. anyway وصلنا لفان الفيديو ديالنا. شكرا لاي واحد تبع الفيديو تالينا. فاللي ما فهم والو في هذا الفيديو هذا ما فهم فيه والو اجي اخويا عندي الانستغرام ديالي اللي كاين تحت في الديسكريبشن. جي عندي اخويا قول لي السلام قول لي راه ما فهمتش داك الفيديو بزاف. انا ندخل معاك وسط الجيم ساحه التدريب وانوريك الطرق كيفاش غدير ليها وباسهل طريقه انوريك انا كاع ندخل معاك حتى الجيم ونشرح لك كيفاش فسر هذا الانستغرام. قول لي راه ما فهمتش مزيان داك الفيديو وغنشرح لك كل شيء. وشكرا لاي واحد تبع هذا الفيديو تالينا. شكرا لاي واحد ما تنساوش ديروا لايك بارطاجيو هذا الفيديو هذا مع اصحابكم الى عجبكم هذا الفيديو واذا بغيتوا تستافدوا تاع اصحابكم علاش لا كلشي يكون كلشي احترافي. عرفوا عارفكم ما غاديش بارطاجيو حيت ما غاديش تبغيهم حتى هما يضربوا هاد الشوط كتلعبوا معاهم في اسوان. انا وي شكرا لكم بزاف. كان معكم كيسوكي جيمر في هذا المقطع رهيب. بيز عليكم اخي واختي باي.